خلاص وجات كملت عليها فيزا من كورونا وعاد عاون الناس قال لك اخويا نقى في دارنا احنا كون نروح نزور كشمال شرلي ولات حتى في طبيعه الناس ولذلك انا اهيب الاخوه الاقارب انهم يتزاوروا ويروحوا اخواناتهم وعماتهم وخواتهم وولدهم ويروحوا يتقربوا معاهم ويقعدوا معاهم فيها اجر كبير يعني اجر كبير في اننا ما نكتفوش بالهواتف او بالفيسبوك ولا بالفوق التهويه